السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الذي أمامنا البقيع. هذا منفذ إلى أكرمكم الله الحمامات، وهذه أماكن للشرب. الروضة الشريفة والقبة الخضراء. طبعا أنا أقف في جهة القبلة. هذا المقطع يعني عملته على أساس يكون مستقل وقصير بالنسبة للي يعني ما عنده وقت ويريد أن يشاهد يعني وتتوق نفسه، ومن لا تتوق نفسه إلى هذا المنظر يعني. ولكن البعض لا يريد إلا الفيديوهات الطويلة، حتى صورته بجودة عالية. ممكن يكون عندكم في التحميل شوية صعب. طبعا أنا وجهي يعتبر هكذا على القبلة. مشكلة أمامي عمود. صلى الله عليه وسلم. أنا هجعل المقطع 3 دقائق.